السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا كاملات بخير وعلى خير. مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو جديده من محل شهرزاد. الناس اللي كيشوفونا لاول مره، حنا محل كنبيعوا الملابس النسائيه التقليديه والعصريه، كنتواجدوا في مدينه الدار البيضاء وكنديروا التوصيل لجميع المدن. البنات اللي كيتابعونا دائما وكيتسناونا، كنعتذروا لكم بزاف على هذا التاخير الغير مقصود، ولكن غبرنا وجبنا معنا الجديد. موديلات غيعجبوكم بزاف، موديلات خفاف ديال الشتاء انيقين وثمنهم مناسب والجوده ديالهم غزاله كيف ما عودناكم. اول موديل هو اللي لبسوه هنايا البنات، كيف ما تلاحظوا دي غوب ديال الصوف رقيقه، كيجيو خفاف ماشي سخان بزاف، وفي نفس الوقت ماشي زعما مبردين، يعني هكا دومي سيزون يتلبسوا حتى في الشتاء، هكا تحس منهم شي حاجه كيجيو غزالين كيف ما تلاحظوا. الطاي ديالهم راه ستوندار، يعني كيلبسوا كاع لي طاي كيف ما تشوفوا هنايا غزلان لبسات ميم طاي اللي لابسه ياسمين، جوهم بجوجهم رائعين لان الموديل واسع وتتلبس اوفر سايز. الثمن ديال الموديل 250 درهم، واللوينات اللي فيه هما هاد الجوج اللي كتشوفوا زائد واحد اللوين اخر، بقاو معنا باش تشوفوا وتشوفوا باقي الموديلات اللي فيه. نفس الموديل البنات كيجي حتى هو غزيول، مختلف غير في لي موتيف شي شويه وصافي. الاخر فيه النمر، هذا فيه هاد هنايا كتيبه هاي، وهنايا هاد هيلو هارفيست لا مارك ديال الكسيوه. ولا بوش كيجي فواحد اللون اللي مختلف، كيجي موديل مستيلي تلبس سبور كلاس كيف ما بغيتوه، واخا مع دي باسكيت يجي احسن. اللوينات ديالو كلهم غزالين، وفي هاد السنيسله هادي تقرب لينا ياسمين البنات، هاد السنيسله ممكن انها تزول، هانتوما توريكم غزلان تبارك الله عليك، ممكن انها تحيد ممكن انها تبقى، كتحيد بسهوله بحال سلسله ديال العنق. الا بغيتو تصبنوه ولا شي وحده اللي معجباتهاش، كتبقى لكم كامل الحريه انكم تخليوها كسامبل ولا تخليوه بالسنيسله، بجوجهم كيجي غزال على حسب الذوق ديالكم. توفر البنات في هاد اللوينات غزالين، الوان فلاشي ولكن رائعين. جو البنات جوهم فنين، هاد الفوشيا جا غزال وكاين في الفيغ حتى هو. هاد اللوينات البنات راه طوندونس، كانوا في الصيف وبقاو حتى للشتا، اللوينات رائعين. الثمن ديالها نعاود نذكركم 250 درهم، ولي طاي راه ستوندار، فيه طاي واحد ولكن راه كيلبس جميع لي طاي كيف ما تلاحظوا، جا البنات غزال. البنات بغيت ناكد عليكم وخصوصا اللي كيتابعونا دائما، حاولوا ما تنساوش انكم تتابعونا حتى في الانستغرام، حيت بعض المرات كتجي السلعه هكا وكنصوروا دي بتي فيديو كيكونوا كيجيونا ساهلين دغيا تنحطوهم، وكاين دي موديل اللي ما تيبقاوش، ما كنجيو فين نحطوا نديروا المونتاج ونصوبوا لا فيديو ديال اليوتيوب حتى كيكون الموديل تقريبا تسالى، والبنات اللي تابعيننا في اليوتيوب ما كيوصلهمش. توفر البنات في لونوار، شوفوا كيفاش كيجي حتى هو غزال وانيق. كاين هذا الموديل البنات هو سامبل شويه، سامبل وماشي سامبل لان الثوب فيه هاد ديغيور جو هكا، وتا الثوب شي شويه مختلف، هذا غليت شويه على الموديلات اللي لبسوا البنات الاولين، هذا شويه متين. والطاي كيف ما تلاحظوا راه مجموع، ماشي طاي كبير، ما يلبسش لي كغون طاي، حدو غالبا الاكس ال الى لبسها، اما ابار كيجي فن. شوفوا الكميمات كيجيو هكا بوفون ومستيلي وغزال. هذا الموديل فلو نوار جا شويه قصير بالنسبه لي، بتي طاي يقدر يجيهم مناسب، مجموع من ناحيه العرض وتفطول شي شويه قصير، يعني البنات اللي قل من مترو 65 غيجيهم مزيان، يجيهم طويل حتى لتحت، اما اللي طوال راه غيجيهم قصير كيف ما جا الغزلان، جاها قصير واحد شويه. كاين هاد الكسيوات البنات كيجيو فنين في اللبسه، راه فيه دخلنا نفس الموديل تقريبا، كان تويب اللي مختلف كان كشمير، هذا حتى هو راه سخون البنات، غير هو رطب شي شويه، رطب. كسيوه البنات فنه وثمنها غزال بارابور الكاليتي فن. نعم طايحه، توب ديالها طايح ورطيطب، لي طايره فيها من الام حتى الدوبل اكس ال. هنا ياسمين لبسات دوبل اكس ال، شوفوا حتى هي جاتها رائعه، تويب سخيخن بحال لابسه مونطو طويل. الثمن ديالها البنات غتبقى ب 180 درهم، واخا هي جاتني في ما عرف جاتني حسن من الموديل اللي كنا دوزنا قبل، كان الثمن ديالو طالع 250، ولكن هذه في حقيقه افضل، التوب ديالها رطيطب كثار، ما تزقلوهاش البنات اللي متابعينا، موديل رائع. تقربي ليا غزلان نوريهم اللي ما شافوهش قبل، شوفوا راه فيه واحد الخياط هنايا في الصدر الا لاحظتوا، وفي الكميمات من الفوق عاد الكميمات كيجيو هكا بوفون، موديل فن حمقني، حتى في اللبسه كيجي مستيلي وغزال. كاين البنات هاد لي شوميز غزالين فنين، هما سخونيه ما سخانش بزاف، التوب ديالهم مقطن يعني دومي سيزون،
ماشي ديال الصيف، يجيو سخانين شي شويه على الصيف، وتا الشتا ماشي ديال داك البارد، شويه باردين. البنات دابا اللي لبسوهم هما اللي حاسه جاهم شويه البرد. اما الكاليتي ديال الثوب ولا ديال الخياطه ولا حتى الفصاله، فن البنات شي حاجه اللي طوب. شوفوا الخديمه كيفاش دايره، والثوب مقطن الكاليتي ديالو غزاله. لي طاي فيهم من الام حتى الدوب الاكس ال، والثمن ديالهم 200 درهم. شوفوا الديكوب من اللور كيفاش دايره، كتجي غزاله ورائعه. وتمني كتلبس عاده كتبان اكثر، لان فصالتها فن البنات. ولي موتيف كاينين مختلفين، بقاو معنا باش تشوفوهم كاملين. شوفوا اللوينات هنا اللي داخلين عند الشوميز اللي لابسه ياسمين، لوينات غزالين صومو مع البلومارين. ياك بلومارين هذاك؟ بلومارين جا رائع. وتا اللوين اللي لبست غزلان حتى هو فن، كتجي في بالكول وفيها واحد البانس اللور في الظهر. شوفوا كتعطي واحد الفوليوم للظهر، فصالتها غزاله. ولي بوطون راهم كاشين، فينيسيون ديالها فنه. انت هذا الموتيف حتى هو غزال، يجي مع الجين، دارته هنايا غزلان مع شرف الكامل، جا رائع. هذا الالوان جا زوين مع الكامل ومع الجين، جات سبور. هي الفصاله ديالها البنات ايفازي شي شويه، كتجي مقبوطه. بزاف البنات اللي ما كيعجبهمش لي شوميز يكونوا اوفر سايز، كيبينوهم عامرين، بالنسبه ليهم هذا الموديل يجي رائع لانه كيجي مجموع. شوفوا هاد اللوينه البنات، هو سامبل وغزال، فيه غير البلون كاسي والديغرادي ديال البلو، فاتح وغادي تيغمق حتى البلو مارين. ديكارو هكا كيف ما تشوفوا، موديل فن البنات ورائع. والطول راه طويل، فيه تركبه واحد شويه، الافتحات اللي حد الركبه، اما اباغ القدام قصر شي شويه من اللور، فايت الركبه. فايت الركبه هنا البنات. هاد القبيات هما غزالين، الثوب ديالهم راه مقطن دومي سيزون، ماشي داك المونطوني اللي سخون بزاف، هذا نص نص. الثوب ديالهم قطن وغزال، يتلبس دابانيت ويتلبس حتى في فصل الربيع. لوين رائع وموديل رائع. الا لاحظتوا البنات الموديلات راه مختلفين، اللي لابسه غزلان عندها القب مع السير، واللي لبسات ياسمين فيها غير واحد لاطوش هنايا من داك التويب الفوق كتجيب لقب. واللي لابسه ياسمين فيها لي طاي تدوب الاكس ال، غزلان اللي لابساها اكبر طاي فيهم هي الاكس ال. تويب غزال مقطن ومريح وزوين، والكاليتي ديالو زوينه. الثمن ديالها البنات 150 درهم. الشميزه البنات هي غزاله، التوب ديالها سخون، هادي البنات مصوف وسخون بحال لابسه مونطو، غير هي التوب خفيف واخا سخون ولكن خفيف. لي طاي فيها من الاس حتى الاكس ال، ولكن راهم اوفر سايز، كيتلبسوا واسعين، كتجي ما طويلاش بزاف، ما واصلاش الركبه، مستوره غير هي ما طويلاش بزاف. الثمن ديالها 180 درهم. بان لي موتيف اللي فيها راهم سامبل نواغ مع هاد الفيغ، شوفوا بحال النجيمات، وكاينين دي بوش هنايا سامبل، كيجي موديل خفيف وظريف. كاين البنات هاد الشوميز مونطو، كتجي تا هي غزاله في اللبسه، التويب ديالها راه دقيقه ديال لي مونطو، والخدمه فينيسيون غزاله، فيها الدوبلور في كل شيء، راه حتى في الجويبات دابا ملي هزيتيهم راه باين ليهم الدوبلور. شوفوا حتى لتحت، والفصاله كتلبس اوفر سايز، ولي طاي راهم كيلبسوا فيهم من الاس حتى الاكس ال، ولكن راهم كبار. مضيف صراحه غزال مستيلي وانيق وسبور هكا. شوفوا تا ياسمين كيفاش جاتها في اللبسه، جاتها فنه، الكميمات عندها واسعين. هنا ياسمين راه طوات ليها الكميم، جاها شي شويه طويل. شوفوا كتجي غزاله ورائعه. الثمن ديالها 280 درهم، متوفره فقط في هذا اللون هذا. اخر موديل البنات في هاد الفيديو، هاد الشوميز هادي فنه غزاله رائعه، التوب ديالها راه مصوف سخونه، تويب غزال، وتلا فينيسيون الخدمه فنه وانيقه ومستوره طويله ومريحه، كتلبس هكا اوفر سايز. بالثمن ديالها 250 درهم. ولي طاي راه فيهم من الاس حتى الاكس ال، هنايا ياسمين لابسه الاكس ال وغزلان لبست فيها الاس. كيجي موديل طويل فايت الركبه، وفيه افتحات في الجناب، لي بوطون ديالو فنين، هانتوما نخرب لكم، وفيه الجويبات، كيجي رائع. والاهم هو انها سخونه وفي نفس الوقت خفيفه وغزاله. يلا البنات وصلنا للخر ديال هذا الفيديو، ما سخيناش بكم، نتمنى يلقاكم هذا الفيديو نتوما في احسن الاحوال ان شاء الله. دمتم في امان الله، السلام عليكم ورحمه الله.